الآيات تزدان الحكايا وبالترتيل تختلف المزايا تفكر فيك كتاب تجد وصايا لها وهج تزال به الخفايا قصة آية النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال كنت في يوم من الأيام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة فقال رجل لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج فقال رجل آخر لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا صليت الجمعة دخلت لكم واستفتيت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين قصة آية حرص عجيب من الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة ما هي الأعمال العظيمة التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآية دلالة عظيمة على مكانة الجهاد في الإسلام وهذه العبادة العظيمة عبادة الجهاد هي ذروة سنام الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها الجهاد عبادة عظيمة لكن له شروط وضوابط لا يعلمها إلا العلماء الربانيين الإنسان إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله وأراد أن يدافع عن دين الله فقبل أن يتقدم على هذه العبادة العظيمة عليه أن يتعلم شروطها وأركانها وواجباتها وأن يأخذ هذا العلم من العلماء الربانيين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان وكل جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين به التصوير قد فاق المرايا به الإعجاز نكس كل رايا وقصة آية ليست رواية بل المصباح في درب الهدايا قصة آية